السلام عليكم، لاباس عليكم، واش اخباركم؟ كي دايرين صحابي صحباتي الاصدقاء ديالي الصديقه ديالي؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ما ناقصكم حتى شي خير يا سيدي ربي. ايوا نهار جديد وفيديو جديد. بعدا كان حنا الحمد لله، الحمد لله دابا يلا بدات تبرد عندنا شويه الدنيا، الحمد لله ما بقاش عندنا ديك الحراره اللي كانت في رمضان، يا عرفتي لا حراره دازت عندنا، ولكن الحمد لله على كل حال اللي جات مع سيدي ربي مرحبا بها، حنا اللي جاتنا صدرنا. المهم نتوما يا عندكم دابا فصل الصيف، هذه هي الوقيته فاش الوليدات يخرجوا شويه، يبدلوا الانشطه اللي كانوا تيديروا، ماشي بحال هي مدرسه مدرسه مدرسه. دابا هي وقيته الفراغ، كل مره يديروا حاجه جديده. ايوا اليوم بغيت نشارك معكم واحد البلاصه تقدوا تديو ليها وليداتكم، اللي هي دار السلام، تيكون فيها اسبوع الفرس بحال هكايا، مده اسبوع بحال هكا. بامكانك تمشي كل نهار، ما كاين حتى شي مشكل، الدخول بالمجان، كاين بلايص فين تجلسوا، بلايص مضلين، واخا تكون هنا الشميشه حيت دابا فصل الصيف، راه زعما هاد الحاجه راه باينه، راه كاينه الشميشه. المهم كاينه بلاصه مضلين بحال هكا، كاين الربيع، الا بغيتي تجلس في الربيع ما بغيتيش تجلس في دوك المدرجات زعما فين كاينين الكراسه، كاينين الوليدات فين يلعبوا، كاين بزاف د الحويجات. المهم هنايا هادو هما اللي غادي يدخلوا باش غادي عندهم مسابقه، ولكن قبل هنا تيديروا التسخينات، عاد غادي يدوزوا الكومبيتيسيون في الجهه الاخرى فين كاين الجمهور، الناس جالسين في الكراسه تما كاين، وكاينين الناس جالسين في الجهه الاخرى في الربيع، على حسب كل واحد فيما عجبو يجلس يجلس. شنو بغيت نقول لكم؟ المهم بلاصه زوينه، تقدو وليداتكم يبدلوا فيها الجو، يعجبهم الحال، فهمتوا؟ حيت ما يكون نشاط مختلف على ديما اللي تيشوفوه ولا اللي تيزاولوه. المهم هنايا بدات المسابقه، الناس عارفين تيفهموا القواعد ديالها، فهمتوا؟ انا ما عمري حضرت بحال هكا، اول مره ما فهمتش مزيان كيفاش وهكا، ولكن المهم استمتعت، عجبني الحال، حيت كل رياضه عندها ماليها وعندها اللي تفهموا فيها، وهنا حاضرين الوالدين مع وليداتهم تيشجعوا فيهم، يعني اجواء رائعه. ايوا كي تشوفوا ديك الشجيره اللي تما كاين، راه كاينين الناس جالسين تحت منها، فهمتوا؟ مدرقين بالظليله ديالها حيت ما يقدوش يجلسوا في الربيع هذيك الساعه، وكانت الشميشه حتى تبردات الدنيا، وهادي وعاد عمرات هذيك البلاصه ديال الربيع، والوليدات جاو بداو تيلعبوا تما، كاين واخا راه كاينه لا صال ديالهم، كاينه عامره باللعب، واحد البلاصه باللعب يدخلوا فيها الوليدات وكل شيء، ولكن عارفه الوليدات يبغاو يجريو، يبغاو يلعبوا الكره وداك الشيء، جاو لتما كاين، فهمتوا؟ وكاين عاوتاني اللي ما قدش يبقى جالس في الكرسي ساعه ولا مده طويله، تيعجبو يجلس بحال هكا في الارض تما كاين في الربيع، وهادي داكشي علاش. المهم لكم واسع النظر فيما بغيتو تجلسو كسو، ما كاين حتى شي مشكل، خذوا راحتكم، الشجيره سبات لكم شي شجره بحال هكا مضله، جلسوا تحت منها. ما عرفتش انا معايا شي سدو في العشيه، المهم انا وصلت ديك الساعه 8:30، لا ما عرفت 8 صافي مشيت بحالاتي، لا جا البركه، دوزت نهار كامل، ماشي نهار كامل، عشيه كامله، عجبني الحال، وهادي صافي لا جا البركه، هذا ما كان. وبغيت نشارك معكم هاد البلاصه بحال هكا في شهر 7، راه تيكون بحال هكا اسبوع الفرس، تقدروا تمشيو ليه ودي وليداتكم يبدلوا الجو. ايوا دابا يا دابا نوبتكم نتوما، يا دابا تفرجتوا استمتعتوا كلشي، ايوا نوبتكم دابا تنوضوا ديروا حركات البركات، تحركوا شويه شويه سيدي يا لاله.